السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أموركم عنين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم الإخوان إن شاء الله بزاف ديال الأسئلة جاتني على سيماتي مونستر 2022، سيماتي حتى جي تي 300. المهم الإخوان، فين نلقاها وشحال الثمن ديالها؟ بالنسبه للاخوان، هذه الاسئله هذه الطريقه ديال باش تجاوب عليها بسهوله انك تدخل مباشره للموقع ديال السيماتي اللي كتشوفوا قدامنا هنايا. في الفيديو ديال اليوم نحاول نفسر لكم فئة القاسيماتي والثمن ديالها. بقاو معنا مورا الانترو. المهم الاخوان، باش تعرف سيماتي فين كاينه، اهم حاجه كتدخل لجوجل كروم ولا اي متصفح سواء من التليفون ولا من بيسي. انا كنفضل التليفون كيجيني ساهل. الموقع كيف كيتحل في التليفون كيف كيتحل في بيسي. كتجينا هنايا نقولوا مثلا هتكتب دوبل سيماتي.ma، وهي ديجا كتبه كتدخل مباشره كتصيفطك للموقع. كنستنى واحد شويه وهذا الموقع ديال سيماتي. هنا الواجهه هي هذه سيماتي، كتعطيك هنا الخريطه ديال المحلات اللي كاينين. غنتفصلوا لك هادشي هذا كامل بالتفصيل. هنايا المنتوجات اللي عندها كاشهار، كنزيدو نهبطوا شي حاجه. هنا هادوم مونستر جي تي او جي تي 300. هنا لي زاكسيسوار اللي كاينين، كونتور لي كاشمان، الفيروج الاخر، كابل ديال لومبرياج، وبزاف ديال لي زاكسيسوار. المهم هادوم بالنسبه للاكسسوارات اللي كاينين. انا المهم الاخوان، حنا رجعنا النقطه المهمه عندنا في هذا الموقع ديال سيماتي هي لي موطو اللي عندهم. نبداو اول حاجه لي زاكسيسوار، راكم شفتوهم هنايا. موطو سكوتر كاينه هافانا ديلوكس هي اللي كاينه، وحاليا ما متوفراش على هادشي. كتعطيك سوري زعما ما كايناش باللونجلي. المهم هنايا نمشيو للسكوتر، دوزناهم لي موطو 300. موطو 300 جي تي 300 حتى هي ما كايناش، ما كتعطي حتى معلومات عليها. نجيو هنايا لي موطو 50، هما هادو موطو 50 سي سي و 49، لكن المهم 50. نبداو اول حاجه عندنا ان البلوك جي تي، البلوك جي تي 50 دخلوا نيالا. جي تي 50 الاخوان هي هذه اللي كيف ما كتشوفوا قدامنا هنايا، عندها كاتر كولور هنا، اربعه ديال الالوان هما اللي كاينين. اللون الاول هو جي تي 50 نوار في الكحل وفي البياض وفي الكري وفي الكحل، هذا فول بلاك فاجي تحسينات. بالنسبه للثمن الاخوان، هو كيف ما كتشوفوا قدامي 15500. الثمن كيختلف من مدينه لمدينه، ولكن هذا هو لا باس. تقدر تلقى ناقص عند المهم الثمن هذا اللي دايره الشركه، تقدر شي بائع يقنع بشي حاجه قليله يخلي لك ثمن ناقص على هذا، ولا كاين اللي ما يقنعش يطلب زايد ثمن زايد على هذا. كل واحد وباش كيقنع. المهم وانت كل واحد وشطارتو، كل واحد وكيفاش نرجعو. هذا بالنسبة لجي تي 50 كاتر كولور، هما اللي كاينين اربعة الالوان. نشوفو المونستر، المونستر 50 هي هادي. مونستر 50، مونستر 50 الاخوان حتى هي اربعة الالوان اللي كاينين. هما كيف ما كتشوفو في الحمار، في الكحل، كالمات والكري، كاملين 50. الثمن كاملين بحال بحال 17500، مليون و 750، 17500، 17000 درهم و 500. هذا هو الثمن ديالها اللي عامله الشركه في البائع الرسمي. ولكن تشوف الدراجه التيتوان عاملين لهم غير 17. المهم كل واحد باش كيبيع على حساب كل بعد من المقر ديال الشركه، اللي كنظن انا ما يكون غير في كازا اغلى. كل ما المواطر كاملين، كل ما بعدنا من كازا الا وكيتزاد الثمن. هنا في تيتوان كيف ما قلت لكم 17000 درهم عند الدراجه تيتوان، وهادشي اللي غنشوفو ديك الساعه. نوريكم الموقع ديالها في هذا فيجا المحل، وهاد باقي المعلومات في هذا الموقع النت. هنا رجعوا الاخوان الصفحه الرئيسيه باش نعرفوا المحلات اللي كيبيعوا بيع رسميين ديال الشركه، بلا ما تقصي بلا ما تقلب، غير من التليفون ديالك تعرف شنو كاين. المهم انا كنفضل انني نخدم بالبيسي حسن، كيسهل عليا الماموريه وحتى الصوره كتكون واضحه. هنايا الاخوان هي هذه خريطه ديال المغرب،
خريطة المغرب كتطلع لنا هنايا، والشعار التيماتي كيفما كتشوفوا معنا ها هي خريطة المغرب كومبليطة. تحياتي سيماتي هنايا. حنا بما انني كنسكن في مدينة الفنيطاق، اهم نقطة نمشي نشوف فيها هي اقرب مدينة ليلي. اقرب مدينة ليلي هي تطوان. كنضغط عليها المعلومات ديال المحل ديال سيماتي. ما تشوفوا انا زوميت لكم هنايا دراجة تطوان، الرقم ديال التليفون والعنوان، شارع الحاج بن نونة بوسافو تطوان. هذا بالنسبة لدراجة تطوان. غادي نشوفوا مدينة اخرى اللي قريبة ليلي هي طنجة. طنجة عاد هنا كاين حتى الصورة ديال المحل وكاين حتى اللوكاسيون ديالو الا بغيتي تضغط. موتو ماكس طنجة، النيميرو التليفون الرقم ديال التليفون ديالهم بالاضافة للعنوان هو هذا. ويمكن لك تدخل حتى في هاديك الموقع بالضبط في الخريطة بلاتي نضغطو عليها، ما خاسرين والو. استناو شوية تفسعت لنا النوفو اونجل، نشوفو هنايا ها هي عطاتنا حتى فيجا المحل. فيجا هو هذا موتو ماكس قدام باند فيغزارا ولا شي حاجة. المهم بحال هيدا الناس ديال طنجة اللي عارفو هادشي هذا، واللي باغي يشري موطور واللي يبحث في هادشي هذا. المهم نرجعو النقطة ديالنا هي هادي ديال تيطوان ديال الخرائط. هنايا نشوفو شي مدينة أخرى. نمشيو حنايا كاع نمشيو لكازا. دافيد كازا كيسولو بزاف، ثلاثة الأربعة الباع خمسة الباع رسميين، وماشي غير هادو اللي تقدر تلقى عندهم، تقدر تلقى بزاف ديال المحلات عندهم. نشطوطو على دافيد طلا، هذا جو بايك تا هو، جو بايك كازا بلانكا تا هو بائع رسمي. الصورة ديال المحل، العنوان الحاج عمر فيفي كازا بلانكا، زائد أنا الصندوق البريد ولا شي حاجة، والنيميرو التليفون، وعندهم حتى موقع رسمي، وحتى هما عندهم موقع على خرائط جوجل. نمشيو نشوفو شي بائع آخر في الجنوب، ضروري نمشيو الجنوب أكادير الإخوان، ولكن تقدر تلقاه في أي محلات ماشي غير هادوم. هادوم كيبقاو باعة رسميين، إلا شريتي من عندو تلقى عندو لي زاكسيسوار بياس دروشونج كلشي غتلقى عندو. هنا بالنسبة لأكادير الإخوان، سيكلو أكادير، النمرة التليفون، إمام كوميم في حسن الثاني أكادير، حسن جوج أكادير. المهم هذا بالنسبة للخريطة، وفين تقدر تلقى المحلات اللي كيبيعوا سيماتي. هما هادوم باعة رسميين ديال الشركة، تقدر تلقى عندهم لي زاكسيسوار بياس دروشونج أي حاجة تقدر تلقاها. وكيف ما كنشوفوا أن الخريطة كاملة بالحمار، أن الباعة متوفرين بزاف، تقدر تلقى في أي مدينة مدن صغارين، ولكن ما كيكونش بائع رسمي كيعاود في البيع ولا شي حاجة، تا هو تلقى عندو تقدر تلقى عندو بنفس الثمن. المهم الإخوان، بزاف الإخوان اللي سقسوني علاش ما درت ريفيو ديال سيماتي. الإخوان أنا كنت مقرر أنني أنا من الريفيو هاد الأسبوع هذا، ولكن أخي السيد اللي كنت عامل مع على حساب الموطور ما بقاش. المهم ما الظروف خاصة ما جات عندي، المهم ماشي مشكل ما كيهمش. من بعد نهضر لكم في هذا الموضوع هذا، إلى إن شاء الله مني تكون متوفرة عند أحد الأصدقاء ونركبوا عليها ونجربوا الموطور ونعرفوا شنو النفع، عاد نقولوا شنو فيه. أما باش أنك تشوف موطور راه واقف في المحل سلام عليكم دير له ريفيو، هذيك راه ماشي ريفيو، هذيك كتسمى كدير إشهار الشركة وصافي. المهم الإخوان هنا أنا ما كنلمس إشهار الشركة ولا شي حاجة، أنا كنرد على الدراري اللي سقساوني فين نلقى سيماتي والثمن ديال سيماتي. كيف ما قلت لكم الإخوان، الثمن ديال المونستر الثمن ديما في الهامش ديال، المهم ديما نضرب على نتينا على 17 و500. هنا في تطوان عند دراجة تطوان، شفتها في الصفحة الرسمية ديالهم في فيسبوك، إعلان ممول 17000 درهم. المهم كتجي بماكينة 49، نشوفو يعني نضغطو على شي وحدة فيهم. هنا هي سيماتي مونستر، كيعطيك المعلومات على الدراجة، هي الثمن. لازم نشوف كاين شي معلومات اخرى. هي هادي هي الماكينة، السيلندر 50 سنتيمتر مكعب، ولكن في الوراق هي 49 حساب، الا كانت 50 راه بلاكة كبيرة. موتور كاترطون، انجيكسيو الكتريك. المهم المعلومات ديال الدراجة، كاتر فيتاس، بنو اغيار،
بنو افون 110 على 70 17، بنو اريير 130 70 17، بنو ديال الاخر غليط على دلوت سوا هاي. ماكس فيتاس 45 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لهاد الماكس فيتاس راه توصل كثر غير على حسب المواطر هادوم كيدخلو ديال 49، كتكون سرعة محددة، الوزن ديالو 128 كيلو، موطور ثقيل، الكونسوماسيون 2.1 في 2.1 لتر في 100 كيلومتر، والريزيرفوار 14 لتر. هادي مزيانة، هاد النقطة هادي مزيانة، بالإضافة للوزن ديالو ثقيل غيكون شاد في الطريق، ومعلومات ديالو هي هادي الإخوان. أي واحد كيدير ريفيو راه كيديرها غير من هاد الموقع هذا، كياخد معلومات كافية. بالنسبة لنقطكم إن شاء الله قريبا نعملو له شي ريفيو. المهم الفيديو ديالنا الاخوان هو هذا، كنتمنى من اي واحد وصل معنا حتى هنا ما يبخلش علينا بواحد لايك للفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس، اشتراك في القناه، اي تساؤل مرحبا في كومونتير، وتحياتي لكم كاملين.